في هذه الحرب التي تتوزع على كامل مساحة البلد، هناك جبهات منسية لا يعرفها سوى أبنائها. منذ ما يقارب 8 أشهر، ومنطقة الشعاور والهمول في العدين بمحافظة إب تعيشان حربا منسية تحولت إلى طقس يومي فرضته عليهم ميليشيا لا تجيد سوى الحرب. هنا تدور حرب تبدو وكأنها خارج كل ما يدور على الأرض اليمنية، في ظل إهمال السلطة الشرعية وتجاهل الإعلام لما يجري عليها. ندعو أبناء، ندعو التحالف والشرعية إلى دعمنا، لأن الدعم منعدم جدا. انعدام الدعم هو سبب جعلنا ندافع فقط، وإذا وصل الدعم إن شاء الله نستطيع نحن ندفع الحوثي وننهي نهائيا من الحزم ومن إب إن شاء الله. خلال 8 أشهر الماضية لم تتوقف مقاومة الشعاور والهمول عند الدفاع عن مواقعها، بل تقوم بشن هجمات على الميليشيا بهدف إخراجها من المديرية بشكل كامل. وفي الأيام الماضية كانت المقاومة تحقق انتصارات لفتت الأنظار إلى هذه الجبهة المنسية وما يحققه رجالها مع إمكانياتهم الشحيحة وإصرار الميليشيا على السيطرة على المنطقة التي بقيت كآخر جيوب المقاومة في محافظة إب. مصادر في المقاومة أعلنت قبل أيام تأمين منطقة عنبرة الواقعة بين مديريات حبيش والقفر وحزم العدين والتقدم في مناطق العقبة وعسامة والمصوالة، فيما تراجعت الميليشيا إلى منطقة حليمة المجاورة، ومن هناك واصلت حربها على أبناء المنطقة بالقصف العشوائي على مساكن المدنيين والذي لم يتوقف طوال الأشهر الماضية. وبين قذائف الميليشيا وإهمال السلطة الشرعية تتفاقم معاناة أهالي عزلتي الشعاور والهمول جراء الحرب والحصار الذي تفرضه الميليشيا على المنطقة. 13,000 نسمة كانوا قبل الحرب يعيشون تحت خط الفقر، ومع الحرب والحصار أصبحت أوضاعهم الإنسانية بالغة الصعوبة، فيما يبدو أن معاناتهم ستستمر طالما بقيت هذه الجبهة خارج كل الحسابات.